السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نتطرق إلى عملية التسجيل، أريد شرح بعض الأمور عن هذا الموقع. هذا الموقع ومن يريد الاستثمار فله ذلك، السحب منه لا يوجد، لا يطلب أي شيء، لا قيود ولا نقاط أو فتح الحساب بمبلغ معين. في بادئ الأمر كنت أشك في ذلك، حين طلبت عملية السحب طلب مني أن أضع في الميزان، أن أملأ الميزان بعشرة روبل أو أذهب إلى عملية ركوب الأمواج، فذهبت مباشرة إلى الضغط على الإعلانات هنا كما تلاحظون، ولم أضغط على جميع الإعلانات إنما ربما النصف فقط، فطلبت مباشرة عملية، لاحظوا هنا كنت أضغط على الإعلانات وكنت أختار الإعلانات ذات 12 سنت و 13 سنت. كان في اعتقادي أني يجب أن أجمع مبلغ كبير، لكن كان عكس تماما ما كنت أعتقده، وكنت خاطئا في اعتقادي. كنت أجمع 13 سنت ولم أتممها. لاحظوا معي لديه إعلانات كثيرة جدا، قمت بالضغط عليها وجمعت حوالي 3 روبل أو 2 ربما لم تصل بعد، فذهبت مباشرة إلى عملية السحب، فكانت النتيجة أنه فتح لي عملية السحب، فطلبت السحب فدفع لي. لاحظوا هنا الدفع، حين قام بعملية الدفع قمت بعملية تسجيل مباشرة لأشارككم هذا الموقع، 3.87 على 9/29 هنا 21 فيفري على 9/29، هذا هو المبلغ الذي دفعه منذ قليل، 3.83. إذا الموقع صادق. الضغط على كل ما أن تكون في وقت فراغ فاضغط على الإعلانات. أنا لما ضغطت اليوم فحسب واخترت المواقع ذات 13 و 12 سنت فقط ولم أتممها كاملا. عملية التسجيل يبدو أنها بديهية للجميع، المواقع التي تتشابه في هذه الصورة نفس عملية التسجيل. حين تدخل سيعطيك طائر مجانا، هذا الطائر الأخضر، تقوم بعملية جمع البيض. أعطاني هو في بدء الأمر الطائر الأخضر، ثم جمعت بعض السنتات وقمت بشراء الطائر الثاني. أما عن هذا الطائر الأصفر فتستطيع كسب هذا الطائر من هنا، تذهب إلى طيور في هدية، لكن بشرط يجب أن تكون لديك حساب موقع اجتماعي روسي فيكا، أن تكون مسجل في هذه المواقع. هذا هو الموقع، موقع تواصل اجتماعي روسي. سيطلب منك أن تقوم بعملية، هذا هو الطائر، مكافأة من الموقع، يجب أن تشارك في الموقع، سيعطيك عنوان، تذهب إلى ذلك العنوان وتقوم بالاشتراك، فقط اضغط على الاشتراك مثل فيسبوك، مشترك في مجموعة، ولكن لا يجب عليك أن تخرج من تلك المجموعة، تبقى ويبقى هذا العصفور، وإن خرجت من تلك المجموعة سينزعون لك هذا الطائر الأصفر. وهذا الطائر الأصفر لا بأس به، لديه 600 قطعة في الساعة، فهو الذي كان المبلغ يرتفع بسببه. ليس لي طائر، لاحظوا هنا صفر، لدي طائر وطائر من الموقع، واشتريت طائر بمالهم الخاص. هذا ما يوجد في هذا الموقع، وسأترك لكم الرابط، وأتمنى أن تسجلوا عن طريق رابطي، وشكرا لحسن متابعتكم في مواقع أخرى إن شاء الله.